صدق أيها الأخ ولا أبالغ، أنت الآن شاب تخاف الله، ترجو ما عنده، تقيم الصلوات، أنت محسن مستقيم، تنصح من حولك، بار بوالديك. أقسم لكم بالله، في عندي يقين يفوق حد الخيال أن هذا الشاب قد لا يملك الآن شيء، لا بيت ولا زوجة ولا عمل، لكنه محب لله. أقسم لكم بالله أن هذا الشاب له مستقبل كبير. كيف؟ لا أعلم، بس أنا أعلم عدل الله. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، آية قرآنية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ معقول؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل بطولتك أن تكون ممن يعلم، كل بطولتك أن تكون من أصحاب الجنة، ممن وعدهم الله بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. في النهاية المتقون في أعلى عليين، المتقون في لوحات الشرف، المتقون في جنات عرضها السماوات والأرض. الآن من خصائص المؤمن أنه محسن، والإحسان عطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، من صحته. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقسم لكم بالله، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمحسنين. لك عمل صالح، هل تعيش للآخرين؟ هل عندك قلب رقيق؟ هل تبذل من مالك، من وقتك، من جاهك، من مكانتك، من علمك، من خبرتك لهؤلاء الضعاف المساكين عباد الله عز وجل؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني قد تجد بالمثل القريب من حياتنا طالب مهمل، لا يدرس، لا يداوم، لا يقرأ، لا يؤدي امتحان، يمضي وقته كما يتمنى وكما يشتهي وكما يريد، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة. انظر لهذين الطالبين بعد 20 عام، واحد له مكانة في المجتمع، متألق، في بحبوحة مالية، له مكانة اجتماعية، والثاني يعاني ما يعاني. واصبر
فإن العاقبة للمتقين. العاقبة المستقبل للمتقين، يعني الأيام تدور. هذا الذي لزم بيوت الله عز وجل، حضر دروس العلم، طبق هذا المنهج في بيته في عمله، خاف من الله، غض بصره، أنفق من ماله، طلب العلم، هذا يجب أن تراه بعد 20 عام في أعلى مكانه وفي بحبوحة، وله عمل صالح كبير، وهو من أسعد الناس. هي قوانين أخواننا الكرام، القوانين يشار إليها بالقرآن الكريم أحياناً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، مستحيل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل، ألف 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 مستحيل، بل إن زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المحسن كما يعامل المسيء، في فرق كبير. وهذه وعود الله فوق المكان والزمان، فوق كل الظروف، فوق كل الأنظمة. المؤمن وعده الله بحياة طيبة، ومرة ثانية وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق هذه الحياة الطيبة للمؤمن، في أي عصر، بأي وضع، بأي ضائقة. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أذكرهم بأيام الله، يعني أنت أيها المؤمن لك عند الله أيام، في مرة دعوته فاستجاب لك، في مرة نجاك من ورطة كبيرة، في مرة أعانك في الامتحان، في مرة جمعك مع أهل الخير، مع أهل الحق، في مرة جمعك مع زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. أذكرهم بأيام الله، كيف الله جعلك من أبوين شريفين، كيف أعانك على طاعته، كيف جمعك مع أهل الحق، كيف دلك عليه. وذكرهم بأيام الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يملك التوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل حالة راقية جداً، الإله العظيم بيده كل شيء، وضعت حاجتك عنده واستسلمت له وارتحت. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لكن الله يعلمنا أن الصبر هو فضل من الله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك المؤمن الصادق في خلوته مع ربه في مناجاته يقول له: يا رب أعني على الصبر. سيدنا عمر ما أصابته مصيبة قط إلا قال: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ أعنت على الصبر عليها. أعانك على أن تصبر، لم تكن أكبر منها، لم تكن في دينك. الآن في عندنا نوع من الصبر دقيق، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في درس دين بالجامع، بس بالجامع ما في كراسي ولا في ضيافة، ممكن تذهب لعند صديق ويكون سهرة مختلطة، وتتمتع بمفاتن الحسناوات، وتكون مرح بالجلسة، وتقضي هيك للساعة 12 بقول لك ما بنساها السهرة، بس كلها بالمعاصي. ممكن تجي على بيت من بيوت الله تستمع لدرس علم، قاعد على الأرض ما في ضيافة أبداً. قال: واصبر نفسك مع
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. منهج: كن مع المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، فالسعادة معهم والتوفيق معهم، ولا تكن مع أهل الدنيا المنحرفين الذين لم يعبأوا بطاعة الله. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة تحتاج إلى جهد، اصطبر العشاء. الناس بيسهروا عن النوم رأسا، اصطبر العشاء ما بتقدر، في أربع ركعات وفي وتر وفي فرق وفي سنة. فاعبده واصطبر لعبادته في رمضان، في صيام، في أشهر الصيف، واصطبر لعبادته. في بالطريق حسناوات غاديات ورائحات وكل مفاتنهم ظاهرة، واصطبر لعبادته. غض البصر، في جهد بالدين، في تكليف. فاعبده واصطبر لعبادته. قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. قال: لعلك ترضى. أنت حينما تتصل بالذات الكاملة، حينما تتصل بأصل الجمال، بأصل الكمال، بأصل النوال، أنت ماذا تحب؟ أنت تحب الجمال والكمال والنوال، هي أساسيات. كل شيء جميل يحب، والكامل يحب، والعطاء يحب. واحد عطاك بيت تتزوج فيه، الله يجزيه الخير. تحب النوال، تحب الجمال، تحب الكمال، والجمال والكمال والنوال عند الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. من هو الفائز؟ الصابر. يعني هو الصابر، ما فلسفة الصبر. أنت مخلوق أودع الله فيك الشهوات، شهوة الطعام والشراب، شهوة الجنس، شهوة العلو في الأرض، هي كلها شهوات أساسية. الشهوات الله سمح لك بحيز محدد. شهوة المرأة زوجتك فقط. بالإسلام ما عندنا خليلة أبداً، ما عندنا صديقة أبداً. الزوجة، بالمال الكسب المشروع، بالعلو في الأرض العمل الصالح. أنت بالعمل الصالح تعلو عند الله وعند الناس، وأنت من خلال التجارة المشروعة أو الخدمة المأجورة يأتيك المال الحلال تسعد به، وأنت من خلال الأعمال البطولية تعلو عند الناس. الحاجة إلى العلو والحاجة إلى المال، الحاجة إلى الطعام وإلى الطرف الآخر، هذه الحاجات موفورة في الدين، لكن من طريق نظيف، من طريق شريف، من طريق تعلو به عند الله وعند الناس. فلذلك ما في حرمان بالإسلام، بس في الشهوات التي أودعها الله فيك تأخذها من جانبها الراقي.